كلية السيوس إلا دا باش شي واحد بغى يولي مسيحي اش يدير عندكم في الإسلام؟ يمشي يغتسل يشهد يدخل الجامع يبدأ يصلي. واش في المسيحية نفس الشيء؟ يمشي يغتسل يشهد الشهادة المسيحية ويدخل الكنيسة يبدأ يصلي هو ولا مسيحي ولا كاينة حاجة أخرى؟ أولا خصك تنسى الإسلام. المسيحية هي جات قبل الإسلام وعندها قوانينها اللي هي مختلفة. حالا زعما اشرح لي شوية فهمني. أولا الإيمان، لأنه لازم الإيمان، لازم تآمن بالمسيح اللي هو مذكور في الإنجيل كما هو، وتآمن من كل قلبك. نقوله أنا قريت الإنجيل سيدي كما هو عند المسيحيين، عجبني، تأثرت بمسيح بكاع التفاصيل ديالو، مسيح اللي في الإنجيل ماشي شي مسيح في شي كتاب آخر. صافي تعلمت، عرفت شنو كاين، اقتنعت به، وليت سيدي في قلبي أنا مسيحي. أشني الخطوة اللي تجي من بعد؟ أش ندير؟ من بعد كتقلب على مؤمنين بالمسيح، جماعة المؤمنين بالمسيح، مسيحيين، كتمشي عندهم وكتطلب المعمودية. ها دابا هاد الهضرة هي اللي كنقلب عليها، المعمودية، العمودية، الكلمة بعدا غريبة علينا حنا المغاربة. خاصني نفهمها، أشني هي هاد المعمودية؟ اشرحها لينا. المعمودية هي كلمة باليونانية بابتيسو، والمعنى ديالها أنا نغطسو الواحد في الماء. هاد الهضرة قالتها الوالدة، والدة قالت لي النصارى كيشدو شي واحد كيديرو شي ماء كيديرو فيه شي سحور كيغطسو فيه بالعاني باش يولي مسيحي. واش هاد الهضرة بصح؟ لا، ما كاين لا سحور لا حتى شي حاجة. حنا كنغطسو كنديرو المعمودية في البحر، في واد بحال واد أم ربيع، في ضايت عوة، في الساقية، في المكان زعما. مرات كنعمدو حتى في البانيو، المهم يكون غير الماء. بانيو ديال الحمام. أيه. شد الواحد غطسوه تما. وعلاش تغطسوه؟ ها هو آمن ولا مسيحي، علاش واحد تغطسوه؟ يعني خلي ما تغطسوه ما يغطسك أسيدي، واش بان تفزوا عباد الله صحة؟ أولا ماشي صحة. المعمودية كتكون بالخاطر. المؤمن خاطره بدون ما حتى واحد يبزز عليه هو كيطلب المعمودية. هو كيمشي لعندهم. أيه. ثانيا المعمودية هي رمز. رمز مثلا أنت رشيد آمنتي. المسيح كنشدوك مني كنغطسوك، معناته رشيد القديم مات دفناه، ومني كتخرج معناته رشيد الجديد قام باش يحيا حياة جديدة مع المسيح. نار. وثالثا المعمودية هي عهد، انه رشيد كيتعهد امام المؤمنين اللي حاضرين امام الله باللي هو مآمن بالصح، وباللي القرار اللي تاخده ما غاديش يتراجع عليه. يعني قدام الشهود. نعم. يكونوا حاضرين. إذن لا بغيت أنا نعاود هذا الشيء اللي قلتي باش نشوف راسي واش فهمت مزيان. هذه المعمودية بحال اللي قلتي رمز قدام الناس، كنقول مع عباد الله شهدوا أنا راني وليت مسيحي. وعهد بحال العهد اللي كنديروا عندنا في العروبية، كيقول لك أسيدي كنديروا هكذا كنخالفوا يدينا، أنا ما نخونش العهد. احنا درنا عهد الله ما نخونوش. وحتى هاد القضيه رمز. اذا واش معموديه بحال هكا؟ بحال هكا تماما، انت فهمتيني مزيان. اذا احنا دابا الا بغينا نديرو شي مثال، نجيبو شي واحد، واش ممكن تعمدوا لينا غير باش تورينا، توري للناس وتشرح لينا كيفاش كدار هاد المعموديه، نشوفوها بعينينا، واش ممكن؟ ما كاين حتى شي مشكل، انت جيب لي هذاك الواحد وانا ندير امامك عملية المعمودية كيفاش كدار. موجود تفزقو؟ موجود سيدي على بركة الله. نجيبو شي واحد ونجربو فيه المعمودية. واخ. واش كتآمن بالمسيح أنه هو المخلص ومنجي ديال حياتك؟ إيه. واش كتعهد أنك تعيش للمسيح طول حياتك وتمجده في حياتك؟ نعم. بناء على إيمانك وإعلانك بفمك أنك كتآمن، كنعمدك باسم الآب والابن والروح القدس. هذه هي المعمودية كما شفتوها، ما هي سحور ما هي بخور، هي عهد قدام الله مستور. كي جيتكم شاعر ولا ماشي شاعر؟ إلا عجبتكم هذه السيجمة ديروا لايك. مغربي ومسيحي.